ديالهم الشخصيه والعائليه، العناوين ديالهم وبقيه الاعضاء، توقيعات ديالهم هنا، اسم الشخص والعائله للممثل القانوني للجمعيه او المنسق ديال اللجنه، عنوان الممثل القانوني للجمعيه، العنوان ديالو باش يسهل التواصل معه. هذا واحد النموذج بطبيعه الحال نموذج بسيط للعريضه، الواجهه ديال العريضه اللي ممكن فعلا كتكون فيها معطيات مركزه، كتكون فيها افكار جد مركزه، وباش اللحظه اللي كيتلقاها المتلقي يعني كيقدر يقراها، الا كانت مثلا ورقه ولا ورقه ريكتو فيرسو كيسال يقرا مفرقه باش مضيله بتوقيعات ديال يعني الناس اللي فعلا يعني تبنوا هاد العريضه هذه. كنت اطار البحث ديالي لقيت واحد المقال اللي هو صراحه جميل جدا، درت له بعض التعديلات، اللي هو مقال بصراحه انا كنعتبره تحفيزي ديال يعني ناس خبراء عالميين، هذا موقع عالمي، الخبراء عطاوك الزبده كيفاش انك تكتب عريضه ديالك وتكون عريضه ناجحه. هو راه مقال فيه من بعد غنتقاسم معكم، غادي نعطيكم غير الافكار ديالو. كيقول لك اول فيه تقريبا اربعه اجزاء، اول حاجه كيفيه كتابه عريضه بطبيعه الحال. اذا كاينه صياغه الطلب كيتكلموا على الصياغه، هاد الصور هادو كانوا غير رمزيات باش اذا كيقول لك اكتب حجه قويه، تكون الحجج ديالك قويه. انا كيشرحوا هذا، حدد جهه التخصص صاحبه السلطه المعنيه بموضوع العريضه، السيد اللي غادي يشرح في العريضه، السيد اللي غادي توجهو، كاين هنا كيهضر معاك باش هذا خطاب مؤثر وخطاب تحفيزي صراحه. تعرف على الحد الادنى من التوقيعات اللازمه للنظر في العريضه، الحد الادنى مثلا 100 200 400 يعني ما تهبطش عليه، حتى لا هبطت عليه مشكله غيبقى لك في العريضه. وانا كنت ركزت متاجر الالوان والديكوراسيون باش تفتح واحد رابعا كنحدد صياغه واضحه ودقيقه للهدف من العريضه، حيت الهدف خصو يكون مصاب بصياغه واضحه وصياغه دقيقه. الجزء الثاني كيف اشرح قضيتي، باش نشرح القضيه ديالي، اكتب تلخيصا مختصر القضيه، يعني الموضوع يكون مختصر. جهز مجموعه المصادر الداعمه للنقاط التي تذكر في العريضه، بمعنى المعطيات اللي غادي ترفع عليها، معطيات احصائيه، صور، وثائق، كلها تكون عندك جاهزه. راجع العريضه بحثا عن الاخطاء النحويه الاملائيه قبل، شكرا جزيلا، قبل ما تصيفط العريضه ديالك او تعطيها الناس اللي غيوقعوا عليها، شنو خصك ديرها؟ شكرا جزيلا، خصك ديرها مراجعه، راجعها تفاديا لاخطاء املائيه واخطاء نحويه. هذا الجزء الثالث، دعوه الافراد للمشاركه، كيف ادعو